في دابا كيفضل اللايف نشوف الناس كيفرجوا فيا بزاف، قلت لكم اكسترا منه هذه الليله وماشي الرجال. يلا بينا وريا بلا كبيرين هادي يعجبكم، انا عارف انا عارف يعجبكم. يلا بينا وريا بلبلوا لي هذا اللايف وما يكون خاطركم ان شاء الله، وداك الشيء يكون عسال وغادي يعجبكم بزاف 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 بزاف. ياك اخاي مومو كضحك عسال. وشي ناس يسبوني كيديروا لايفات زعما راه عندهم تليفونات، هما تليفونات وما يدير الله يحسن العوان زعما راهم واعرين. ما نسميهمش علاش؟ باغسكو باش ما نسمي حتى واحد باش ما يطلعش على ظهري يدير بز على ظهري، حيت اللي بغى البز يكلاشي طيفلو باش نكونوا واضحين. هذه من واحد الناحية، اللي بغى البز يكلاشي طيفلو حيت انا هو البوس تاع هاد المدينة، اعوذ بالله من قولة انا، واحتراما للدراري اللي تحترموني، اللي ما تحترمنيش من بعد ماشي دابا الهضرة. فاش كنا تيسبوني دابا باش ندير واحد الهضرة، حيت عارف هاد اللايف كنت سكرين في يوتيوب دابا راحكم انوي عاب يبغي من بعد. لما كانش هاد النهار يكون غدا، لما كانش الشهر يكون الشهر جاي، لما كانش هاد العام يكون العام الجاي، لما كانتش هاد الارض تكون الارض الجاية، تفهمنا غنتفاهمو، وكل واحد حسابه في راسو، واللي دار الذنب يستاهل العقوبة. حيت حنا ما تنأدي وحد، واللي أدانا غيلقانا باش نكونوا واضحين. وماذا ما كان اخوتي وما على بالناش، ما غنسمي حد حيت لا سميتهم هما داكشي اللي خصهم، وخصهم نسميهم ونكلاشيهم ونجاوبهم باش هما يديروا البوز على ظهري انا، حيت انا واعر عليهم، انا عندي اكثر من مليون ابوني. واش فاهمنا؟ عندي اكثر من مليون ابوني، ما كاينش اللي عنده مليون ابوني. فاس ود القريه هو اللي قريب يوصل له، الله يسهل عليه. ود القريه كنشوفك عشيري عسال، واحتراما كنعاودها ممكن كنقولها وكنعاودها، احتراما للدراري اللي كيحترموني. انا شوف ما كنهضر حتى واحد، واللي جاتو شي حاجه في جنبو راه ما دايرش بالك، راه ولاد القحاب كاين اخي الزيروتين. انا ما كنهضر على حتى واحد، واللي جاتو شي حاجه في جنبو راه عليه. باش نكونوا واضحين ما نبقاوش نزيدوا الهضره بزاف. ودير وحاجه اخرى باش نكونوا واضحين، الا شفتو شي خونا تيكلاشيني ولا شي واحد تيسب ولا شي حاجه شي تراك مثلا، انا راه ما بقيتش غنجاوب الدراري اللي صغار مني. عندي 1,700,000 و40,000 وش العباد اللي زابوني، عندك اكثر من هاد العدد هذا راني غنجاوبك بكل فرح. ما عندكش اكثر من هاد العدد هذا يعني انت بوتي بتي بان، انت صغار مني، انت ستيتو، انت صغيور، تفهمنا؟ ما غنجاوبكش غنموت. ماشي دابا موضوعنا الدراري الله يهديكم، غير الهضره وصافي كتجبد الهضره وصافي. المهم الدراري بلبلوا ليا الله، فنحط لكم اكسترا هاد الليله الى وصلت ل 2000 واحد يتفرج، نحط لكم اكسترا من واحد التراك، من التراك اللي قلت لكم نلوح ليكم، سميتو شو سميت ماين امو بلا كبيري، وجههم قاصح بلا كبيري، تنهضر على هاد المحسادة وهاد الحقادة وهاد الناس اللي ما حاملينكش يسبوك. اما دوك خلاص صغيرين اللي ما معدينش 10K
8 كا 9 كا دوك ما يخليهم تنبحوا ما على بالناش بيهم دوك ما نتسوقوا لهمش اخي. المهم ويس انا هضر عادي ما كاين والو دير هذا ضروري اخويا هذا حقاره صاحبي ما كاينش حقاره اخويا شين فيش الحقرات قلت لك الناس اللي عندهم 8 كا 3 كا 4 كا هذوك ما نديوش عليهم كاع هذوك نصيفط لهم ماشي ولد مولادي يقاد لهم اللعيبيتيكا باش نكونوا واضحين. فيت الفردة فيت الفردة كاين عشيري شوف باش نجيك من الاخر كاين في الالبوم ديالو تراك ديالو في الالبوم ما نقدرش نقول لك انا ما عنديش زعما شنو نقول لك ما عارف شو قاش يتلعب بالضبط هذا اللي بغيت نقول لك ما عارف شو قاش يتلعب بالضبط فوق يتلعب راه غيتلاح وغادي سميتو غادي سميتو غادي تشوفوه كدا في هاد المكان حاسد انك اخويا بزاف على هاد هادو ماشي حاسدينك داير يلا ما داير لهم حتى حاجة دابا هاد الناس هادو كل داير لهم شي حاجة مصيبة عارف داك الناس اللي كتكون ما داير لهم حتى شي حاجة وكيبقاو حاقدين عليك ويسبوك وبزاف د الحوايج انت لا اله الا الله. المهم انا تاع نسالي شي شغالات عند دابا مشغول مع اللعيبات الخدمة ديالي خصني شنو خصني نلوح اللعيبات ديالي خصني نخرج الالبوم خصني ندخل مصاريفة خصني ندخل الفلوس باش نعيش عاد نتقدم هذا الكيادر بحاشا واش يكونوا كيادر هادو شي حاجة تحت من الكيادر انا ما سميت حد ولا فاش قدو شي حاجه يلبسها هذا ما كان مو ما الدراري بغيتو التراك ديال بلاك بيري ولا لا جيوني من الاخر التراك ديال بلاك بيري واش نحطوه هاد السيمانه جيوني من الاخر بلو تحياتي خويا بلو كنشوفك واش بغيتوه كليب ولا اوديو جاوبوني انا اللي قلتو نتوما نطبقوه الدراري والله الا بزاف هاد التراك مو موراك سمعتيها اخويا